اكثر شيء مبسوطه اني بطلع لهم على اللايف، صرت حلاله مشاكل والله العظيم. اللي عندها شغله بتقول لي يا تيتا، كلهم بيقولوا لي تيتا. اليوم بدي اعمل لكم كوسه محشي على الطريقه الخليليه. هذيك اليوم حكينا على الحمايه، لليوم بدنا نحكي على الكمه. يا الله بنضل اصحاب انا وياكم، وكل ما الاقي موضوع احكي لكم اياه عشان تنبسطوا فيه. اتعرفت على التيك توك، اجتنا الكورونا قاعدين بالبيت، وانا من النوع النشيط كثير، بحب اطلع اروح واجي، وبتعرف واجبات كثير علي، فزهقت. عندي حفيدتي قالت لي تيتا انا شفتك متضايقه، شو رايك تلعب على التيك توك، عندك معلومات قيمه وكذا. قلت لها هذا كلام فاضي يا ستي، هذا للبنات الصغار. قال لا يا تيتا يا تيتا، المهم انعتني حطت لي صفحه على التيك توك، ويوميتها كنت عامله اكلي حطتها. لو بتشوف شو اجاني لايك، لو بتشوف شو اجاني لايك. فلقيت الشغله حلوه، تشجعت، فصرت كل يوم اطلع موضوع. عندك فلوس تشتري احسن طعام بس ما بتشتري الشهية، عندك فلوس تشتري سرير بس ما بتشتري النوم. عندي معلومات قيمة، وينط ليه ما أفيد هالصبايا وهالشباب فيها، معلومات كتير حلوة. فلقيت فيه تشجيع منهم وكتير كتير مبسوطة. بعدين أكتر شيء مبسوطة أني بطلع لهم على اللايف، صرت حلالة مشاكل والله العظيم. اللي عندها شغلة بتقول لي يا تيتا، كلهم بيقولوا لي تيتا. بعدين أنا محظوظة كتير كتير كتير، اللي عندي أحفاد حول العالم. شايفين البيض البلدي؟ شايفين؟ الحمد لله على نعمة الله. أربع أولاد جادلهم، أباك، أمك، أخاك، أختك. أربعة تعوض منهم الهم والحزن والعجز والبخل. أربعة لا تقسو عليهم، اليتيم والمسكين والفقير والمريض.